يا صباح النصر والسعادة عليكم يا هواندو ويا كريم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي. خدي كلامي بقى يا هانا. رجال النادي الأهلي على بعد خطوات قليلة جدا من تحقيق النجمة العاشرة، طبعا بعد الفوز على الترجي في ذهاب دوري نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. يعني خلوني اقول لكم انه في حاله من الفرحه والسعاده داخل النادي الاهلي، طبعا بعد الفوز امس، وكعاده اعضاء النادي الاهلي بعد الفوز في اي مباراه مهمه بيكون في حاله من الطاقه الايجابيه داخل النادي. يعني خلوني دلوقتي بقى ابدا اخبار النادي الاهلي، واستكمالا الحديث عن الفريق الاول لكره القدم، طبعا بعثه الفريق وصلت مطار القاهره منذ ساعات. الفريق هياخد راحه سلبيه لمده 48 ساعة على أن يستأنف التدريبات يوم الثلاث القادم استعدادا للمباراة القادمة، طبعا هتكون في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي. يعني بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله تكمل على خير ويتأهلوا لنهائي البطولة. خلونا دلوقتي نروح بقى للألعاب الأخرى، وبالتحديد ألعاب القوة، ولاعبوا ولاعبات النادي الأهلي بيحققوا نتائج جيدة جدا مع المنتخب الوطني في البطولة العربية طبعا اللي بتقام في تونس. النهارده هتتم انتهاء المنافسات، وطبعا البطوله دي بتؤهل للاولمبيكس في طوكيو. يعني قدر يحرز اللاعبين ايهاب عبد الرحمن في مسابقه رمي الرمح، اسراء محمد في مسابقه الوثب الطويل، واسلام مسعد في طاحه المطرقه الميداليه الذهبيه، وايضا قدر يحقق الميداليه الفضيه اللاعب ماجد حسن في رمي الرمح، اللاعب اسلام عبد التواب سباق 20 كيلو متر مشي، وإيمان عبد المطلب 400 كيلو متر، وأيضا قدر يحقق اللاعب حسن عبد الجواد الميدالية البرونزية في إطاحة المطرقة. كمان قدر يحقق اللاعب محمد طلعت مركز رابع في مسابقة الوثب العالي. يعني طبعا ألف مبروك ليهم، دايما رافعين اسم مصر في المقدمة. كمان خلوني أفكر جميع مشاهدين النادي الأهلي باللاعبين المشاركين مع المنتخب الوطني: إسراء محمد، إسلام مسعد، حسن عبد الجواد، إيمان منصور، محمد مجدي، اسلام عبد التواب، محمد طلعت، عبد الله عادل، عمرو هاني، عمر خالد، ماجد محسن، زياد الحسيني، وشهاب محمد. يعني مره ثانيه بتمنى لهم كل التوفيق. خلونا بقى ننتقل للالعاب الاخرى. طبعا دلوقتي في اوف سيزون في لعبه كره اليد، كره السله، وكره الطايره بعد انتهاء الموسم بيكون في فتره راحه، بعد كده بيتم استئناف التدريبات استعدادا للموسم الجديد. يعني حقيقة هو كان موسم استثنائي برغم من ظروف كورونا. الفرق في النادي الأهلي قدروا يحصلوا على بطولات كتيرة، يعني على رأسهم سيدات كرة اليد قدروا يحققوا ثلاثية بطولة كاس مصر الدوري وكمان منطقة القاهرة، أيضا سيدات كرة الطايرة قدروا يحققوا ثنائية بطولة الدوري وبطولة كاس مصر، رجال كرة الطايرة قدروا يحققوا بطولة الدوري، رجال كرة اليد قدروا يحققوا بطولة كاس مصر، وأيضا سيدات كرة السلة قدروا الحقيقة يفتتحوا الموسم بتحقيق سوبر امام سبورتنج، وايضا يفوزوا ببطوله كاس مصر امام سبورتنج. يعني بتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله السيزون الجايه ايضا يحققوا نتائج ايجابيه جدا زي ما عودونا دايما. يعني دي اخبار الفرق الرياضيه. خلونا دلوقتي نروح للاخبار الاجتماعيه. وطبعا لجنه المراه نظمت يوم رياضي وندوه عن التغذيه، ويمكن كاميرا 10 الصبح في الاهلي كالعاده كانت بتغطي الايفنت، وانتم كنتوا على طول يا كريم ويا نهواند في البرنامج. طبعا بعد النجاح الكبير للإيفنت، لجنة المرأة قررت أن هي تقيم الإيفنت هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وأيضا في مدينة نصر. فكل العضوات المهتمة يريد تتابعوا أنشطة اللجان اللي الحقيقة دايما بتكون مميزة، وهدف اللجان دايما هو خدمة أعضاء النادي الأهلي. يعني ده فيما يخص أعضاء النادي الأهلي وأخبار داخل النادي. خلوني كمان أديكم فكرة عن الأجواء داخل النادي. زي ما قلت في حالة من الطاقة الإيجابية، الأعضاء بدأوا بالفعل التواجد في المقر منذ الصباح الباكر. درجة الحرارة دلوقتي 31، وفي سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية للنادي الأهلي. يعني دي كل أخبار من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. زي الفل كالعادة، نشكرك يا هنا جزيل الشكر على التغطية المميزة دي، وعرفنا من خلالها كتير من الأخبار. شكرا لك. شكرا لك يا هنا جدا. شوف صباح النصر انتشر طبعا. الله طبعا.